شكرا ليك نورس، وكذلك تحية لضيفتك. احنا مواصلين مع الفقرة اللي من خلالها استشاراتنا القانونية، كما قلت لكم مدام سمية بو غانم اللي هي قاضي أسرة حاضرة معنا، وكالعادة باش نحكي وباش خاصة نتجاوبوا معكم من خلال اتصالاتكم على 71 143 475. أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا الورد. بكم، يعيشك. إذا احنا بدينا الحقيقة في الحديث على الطلاق ومواضيع شائكة وشائكة الغاية اليوم. أنا حتى لتوا يبعثوا لي في الفيسبوك يطرحوا لي أسئلة ويقولوا لي بربي الحصة الجاية جاوبنا عليها. قد ما نحاولوا نبسطوا قد ما نحاولوا نفسروا، باقي فما شوية غموض في ذهن العباد. اليوم يظهر لي باش نحكيوا شوية على الحضانة. الحضانة ومشكلة الحضانة واللي بتبيعتها مربوطة بالزيارة. الحضانة، الحضانة هي تتخذ كقرار فوري في أول جلسة صلحية. باش ما نخليوش الصغار مش هتين لا يعرف البو عنده الحضانة ولا الأم عنده الحضانة. دونك جينيرالمون الحضانة تتعطى للصغار بالكل للأم، لكن هذه ماهيش قاعدة عامة. مش معناتها معناتها سيستيماتيكمون راهي الأم باش تاخذ الحضانة. نحنا ناخذوا أوكا باغ كا، كل دوسي مستقل على الآخر. وبالطبيعة ديما ننظروا كان مصلحة الصغار، مصلحة المحضون. شو معناتها؟ معناتها مصلحته اسكو هو يقعد بحذا امه ولا بحذا ابوه، هذيك هي تقدر المحكمه. نعم. باهي. هنا نقولوا سورتو كي يبداو فما دي بيبي صغار بالكل، بطبيعه نقولوا الصغار لي بيبي ديما في حاجه لامهم. لامهم اكثر. اي. خاطر هي لهوه، لكن هذا مش ماهوش قاعده، ماهوش قاعده. انا وصلت اعطيت بيبي زياره زياره وتوسعت، رغم اللي هما ما يعطيوش زياره للبيبي، عطيته مده ساعتين ثلاثه سوايع. علاش؟ خاطر اثبت لي هو اللي هو وقتها كي كانت في قائمه حياه زوجيه كان هو يقوم في الليل ويرضع ولده ويبدل له الكوش. دونك لي زاستوس بتاع باش يتلهى بالبيبي موجوده، دونك موجوده. دونك ما فماش علاش يتحرم بين هو زاد انه يكون يمارس. قلنا لي بيبي معناتها ما ديما دو بريفيرونس يتعطاو للام. الزياره للبو، الزياره في العاده يعطيوها ما غير استصحاب. اش معناتها؟ معناتها المحكمه تقول له برا امشي زور ولدك تال جوغ في النهار الفلاني في الوقت الفلاني. اما راهو باش تطل عليه سور بلاس، ما تهزوش. لكن ديجا هما الكوبل يبداو اون ديزاكور ويبداو ساعات يوصلوا مشاكل كبيره، مشاكل كبيره. دونك البو ايليفيت باش يمشي لدار الزوجه بوغ ايفيتي المشاكل. رغم اللي خاطر بعد ساعات كي يمشي غادي يولي كلامات ويتلكشوا على بعضهم وتولي ممكن يوصلوا للعنف، ممكن توصل لل دونك بوغ ايفيتي المشاكل ساعات البو ما يمشيش ويقعد دي موا اشهر ما يطلش على ولده. يجي يعمل لك مطلب يقول لك اعطيني حبر ولدي. ايه. هنا معناتها المطلب شرعي. نعم. يقول لك راني انا ما نجمتش نزور ولدي في الدار غاديكا، اعطيتها الحضانه اللي هي، اوكي هو بيبي في حاجه لامه متفاهمين، امه اعطيني زياره، الزياره راني انا نحب نهزه معايا. ايه. راهي امي وبابا ولا اخواتي ولا عائلته يحب يشوفوا البيبي. دونك هنا او كا باغ كا، كل دوسي مستقل على الاخر. نجم اذا كان البو عنده شكون يحضن من النساء، امه معناتها مازال شاده روحها وكل شيء، نسمحوا له باش يهز البيبي مده ساعتين ثلاثه سوايع، ونختاروا الوقت اللي يكون فيها البيبي معناتها يبدا فايق شويه. معناتها نقولوا الصباح بعد القايله بعد ما يقيل، معناتها ديما اوقات ملائمه كوسوسوا للبو ولا للصغير، سورتو للصغير. دونك نحبوا الكليان ما بين البو والصغير يقعد ديما موجود، ديما موجود اكيد. علاش؟ خاطر فما ساعات انسى تولي تحارب الزوج بالصغار. انت ما تعطينيش تيل مونطون نفقه، مالا انا والله ما نخليكش تشوف ولدك. معناتها وصلنا للكيس شونتاج هكا، اعطيني تيل مونطون ما يسالش تو نسمع، الوغ هو بالقانون مفروض عليه باش تخليه يزور ولده. دونك هنا حكايه البيبيات يفوتوا يبدا صغير شادد روحه ومستقل اونتر كيمي على امه. شو معناتها؟ معناتها ما ياخذش بيبرون، ما ياخذش ما عندوش كوش. دونك نقولوا نحن من 3 سنين
عامين ونص ثلاثة سنين وقتها الحضانة نجم تكون حتى للبو. وقتاش إذا أثبت البو إلا الأم يا مقصرة في حق الصغار مهملتهم ماش لهي بهم، نعم، ولا مريضة مرض يخليها ما تنجمش تتلهي بالصغار. نجم تكون مرض أعصاب معناتها هي بستاد متقدم اللي هي يتعذر عليها باش تتلهي بالصغار، وقتها نقولوا نعطيو للبو الحضانة إذا كان عنده من يحضن من النساء، خاطر هو الفصل يقول لك إن كان له من يحضن من النساء، معناتها أمه موجودة، أخته في الدار، ولا هو تزوج ينجم زاد كي تزوج ينجم يخدم. أعطينا نحن من يحضن من النساء موجود. أعطينا ليسونسييل فما شكون من يحضن من النساء. دونك الحضانة للأم ماهيش سيستيماتيك وكا باغ كا. جينيرالمون نعطيوها للأم كي يبداو الصغار في عمر يستحقوا حضور الأم باللهوة والعناية الخاصة جدا بالصغار. دونك بعد ما الصغير نحسوه مستقل شوية على أمه وقتها نجموا نعطيو الحضانة في حالات معينة للبو. وقتاش المحكمة باش تبدأ متمانة وديما نلوجوا على مصلحة الطفل، نعم، نعملوا بحث اجتماعي غالبا إذا كان الزوز يتعاركوا على الحضانة، نعملوا بحث اجتماعي، تمشي مرشدة ولا مرشد اجتماعي يمشي دار الزوج ودار الزوجة ويشوف لي كونديسيون دو في ويشوف لي ديسپونيبيليتي بتاعهم كيفاش باش يتلاهوا بالصغار وكل شيء. وصلت نحينا الحضانة على أم رغم اللي ولادها صغار بالكل ممكن 5-6 سنين وعطيناها للبو. علاش؟ خاطر ثبت بالبحث الاجتماعي إلا الأم مقصرة على مع صغارها. اش معناتها؟ تخليهم في الليل راقدين وتخرج وتسكر عليهم بالمفتاح. يقوموا في الليل الجيران سمعوهم اليوم يبكيو احكاوا البو. البو عمل مطلب في اسقاط الحضانه واسنادها اللي هو ومن بعد عملنا بحث اجتماعي ثبت الا بالحق الام مهمله في حق اولادها. مشي حتى المرشد الاجتماعي مشيت للمكتب ويقول للمعلمين يقولوا راهو الصغار يجيونا مثلا تبدا ماهيش لابسه جيلي، الطفله ماش شعرها، مش عاملين دروسهم. دونك ريت العناصر هذم الكل تاخذها بعين الاعتبار، نعم، الا الام ماهيش لاهيه بصغارها. وقتها نعطيه الحضانة للبو. نعم. دونك راهو ماهيش قاعدة عامة الحضانة سيستماتيكمون للام. لازم فما استثناءات، فما يلزم تثبت الا الام راهي مقصره في حق صغارها. دونك نعطي وقتها نعطيو الحضانه للبو. كلك سؤال الحضانه عند شكون؟ عند الام والبو. الطرف الاخر عنده الحق في الزياره. باش نخليوك التواصل ما بين الطرف الثاني اللي ما عندوش الحضانه والصغار. الزياره جينيرالمون نعطيو نهار الاحد والاعياد الرسميه وعيد الفطر وعيد الاضحى. بس معناتها نحدوا بالسوية بالسوية مع الاستصحاب يهزوا معاه فما اللي يطلب البيتين كي يبداو يكبروا شوية يقول لك اعطيني بيت بحذاي، اعطيني لي فاكونس يعديهم معايا. دونك ديما مراعاة ديما تراعيو خاصة مصلحة الطفل. هذايا هو ديما المهم. في كل إجراء تاخذوا المحكمة راهي في مصلحة الطفل. هنا جوست باش نختم حاجة، إلا اللي عنده الحق في الزيارة راهو القانون فرض عليه باش يزوره. الأم اللي إذا كان ما تعطيش صغيرها وقت الزيارة راه يتعرض روحها جريمة عدم إحضار محظون. يعطيك الله صح. إيفيتي المشاكل هذه الكل. دونك خلينا نطبقوا القانون نبداو. الحقيقة السيدة القاضية يعطيك الصحة على الموضوع هذا لأنه مهم الحقيقة. هو كل مرة باش ناخذوا زاوية حتى نتجاوبوا مع السادة المشاهدين، وخاصة كما قلت برشا يطلبونا ساعات حتى مش في النهار اللي أنت تجي فيه ميساج نقيدوا ناخذوا بالطبيعة بعين الاعتبار المواضيع اللي يحبوها تكون حاضرة معنا. شكرا ليك سيدة القاضية، شكرا ليك سيدة سمية أبو غانم، يعطيك الله صحة. احنا توا باش نمشيو مباشرة لزميلتي أنيسة الحجري مباشرة من تونس العاصمة. صباح الخير مناس بحنا تونسي عسلامة الناس الكل. صحيح نحن توا في العاصمة تحديدا بساحة الاستقلال اللي موجود فيها تمثال العلامة عبد الرحمن ابن خلدون واللي تم تدشين المتحف نتاعو البارح العشية، وهو صار إعادة تهيئة وتشبيب يعني للمكان وللتمثال ككل. مزيد من التفاصيل معنا سي فتحي تخير رئيس دائرة باب حل. صباح الخير سي فتحي. صباح النور، صباح الخير، تحية ليك تحية لكل مشاهدي قناة الوطنية. اليوم احنا كما قلت انت في ساحة ابن خلدون
تم تدشينها البارح من قبل السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة والسيد والي تونس. هذا المشروع معناتها من جزء من مشروع متكامل معناتها أبدت فيه بلدية تونس بالشراكة مع ولاية تونس ووزارة السياحة اللي هي معنى التجميل وتهذيب وتهيئة مداخل المدن. اليوم احنا قدام ساحة ابن خلدون اللي هي ما كانتش اسمها ساحة ابن خلدون، ساحة الاستقلال. اليوم ارتأينا انه نهيئوا الساحة هذه بما يتماشى مع الرمزية التاريخية للعلامة ابن خلدون والرمزية الجمالية. اليوم التكلفة نحكي فلوس، هذا كل قبل كل شيء التكلفة. التكلفة اللي صارت عليها بوليميك وعباد يقولوا مليار ومليار واربعمية ومنعرفش قداش، التكلفة متاعنا متاع المشروع هذا بمية واربعين مليون. المساحة اللي هي تم التهيئة متاعها هي 360 متر مربع، 210 متر مربع اللي هما مبلطين. تم كيف كيف معناتها اللي مزيد الجمالية هيئناها بالتنوير، معناتها كانت نجموا تصوروا البارح في الليل. كيف كيف نظفنا وزوقنا التمثال هو بيدو. هذه المشروع هذايا معناها بامكانيات البلديه 100%، هذاك علاش ما تكلفش برشا. جوستومون هذا هو، تنجم حاجه ما تكلفش برشا اما تبدا مزيانه وتبدا في قيمه التونسي وتونس. وقت اللي احنا نعولوا على القدرات نتاعنا في البلديه من مهندسين ومن ادارات معنيه، اللي بالمناسبه نحب نشكر كل الادارات اللي تدخلت في المشروع هذا من مناطق خضراء ومن تنوير ومن صيانه المباني. بالمناسبة نحب نشكر سيدة رئيس بلدية تونس شيخة المدينة اللي هي كانت معناتها متابعة يومية حثيثة، خاصة في أوقات معناها صارت انتقادات اللي هي في معناها في الأخير كلها في صالح التهيئة هذه، انتقادات ما تزيدنا كان عزيمة وإصرار. وجه لها تحية مدام سعاد. تحية كبرى للسيدة الرئيسة. كيف كيف نوجه التحية للسيدة الكاتبة العامة سيدة كيف كيف لبلدية تونس اللي هي كانت متابعة يومية منها. المشروع هذا هو جزء، عفوا سامحني، يعني التدشين هذا هو جزء من مشروع كامل قاعدين تعملوا فيه وتهيئوا فيه في العاصمه اللي هما احنا بالنسبه لدائره باب حر. اليوم عندنا شنو المشاريع اللي قاعدين ان شاء الله قاعدين نقدموا فيها، اللي هو المشروع اللي باش يتكامل مع المشروع هذايا. عندنا ساحه الجمهوريه، الساحتين نتاع ساحه الجمهوريه تو في صدد الدراسات، معناتها باش نهيئوا الساحه نتاع ساحه الجمهوريه كل، وان شاء الله بالتنسيق مع شركه نقل تونس وزارة النقل نحيوك اللي بارير الحديد اللي هما منظر مريع، باش نهيئوا وننظفوا كل العمارات والواجهات اللي موجودين في ساحة الجمهورية، معناها باش نعطيه رونق كبير ياسر لساحة الجمهورية. كيف كيف هيئنا حديقة الحوت في مقصبة بالخضرة، إن شاء الله مازال كان على التنوير، يكمل المقاول التنوير متاعه باش ندشنوه في أقرب الأجال. عندنا كيف كيف ساحة باب سويقة اللي هي ما تبعش دائرة باب حر، تتبع دائرة باب سويقة. تحية لزميلي رئيس دائرة باب سويقة، كيف كيف إن شاء الله تكمل الأشغال على قريب وندشنوها اليوم ولا غدوة. عندنا كيف كيف الوردية مسلك صحي باش يدشن، معناها عندنا مشاريع متكاملة اللي هي في مداخل المدن باش نعاودوا نهيئوها ونجملوها. ما تعرف خاصة في وسط العاصمة في دائرة باب حر الرواد، هذا الشارع مكان خاصة مكان، وهذا الشارع رمز تونس، رمز تونس، شارع الحبيب بورقيبة، يتوافدوا عليه ويتوافدوا على العاصمة باب حر ما يقارب 2 مليون تونسي يوميا يدخلوا ويخرجوا الباب حر. تعرف اللي أهم الوزارات وأهم الإدارات موجودين في العاصمة وموجودين خاصة في شارع حبيب بورقيبة والأنهج المتفرع عليها على شارع حبيب بورقيبة. ولهذا وعندنا 70,000 محل مفتوح للعموم، معناها يمتاز جدا بحركة اقتصادية كبيرة. اليوم بمناسبة تهيئة هذه الساحة نحب معناتها نوجه كلمة للمجتمع المدني والمواطنين ورواد هذه المناطق الخضراء. احنا اليوم البلدية تصرف في فلوس كبيرة كي نجمعوا احنا المصاريف متاع التهيئة وإحداث جمالية المكان، جمالية المكان وإحداث المناطق الخضراء والمسالك الصحية وغيرها. اليوم لازمنا نلقاو تعاون مع المواطنين خاصة في معناتها المحافظة على النظافة ومحافظة على الاستعمال. ساعات نجي ونلقاو معناها كراسي في الشارع بورقيبة يقلعوهم، نلقاو وسخ اليوم الصباح قينا برشا وسخ. احنا صحيح حاطين 2 أعوان تو مكلفين في كل منطقة خضراء بالتنظيف وبالصيانة باش نتعاونوا الناس الكل باش نحافظوا على جمال بلادنا ونظافتها وهذا الكل.
هذا هو العكس محليه اليوم العاصمه شرحبي وبورقيبه ناس تقضي وناس ماشيه وجايه وناس فرحانه مع تازية ضيف راهو نفسيه التونسي وقيمته خاصه ان شاء الله. التونسي اليوم خاصه بعد الديكلاراسيون تاع المنظمه العالميه للصحه بتراجع المرض اللي هو كورونا ان شاء الله ربي يرفع علينا الجائحه لينا تحس التونسي ارتاح، تحس التونسي اليوم رجع تقريبا لحياته الطبيعيه. نكملوا نخفوا شويه من الاجراءات اللي هي معقده واللي هي الناس متقلقه منها كل يوم، معنا قاعدين نتلقاو في انتقادات كبيره على الاجراءات هذه. ان شاء الله ينقص عين المرض وان شاء الله ربي يزيل الغمه. أنا شكرا. انا نحب نشكركم انتم على إيلائكم الاهميه هذه لتغطيه الحدث، احنا نعتبروه حدث كبير وان شاء الله على مانويل وهو معنا المداخل المدن الكل تتهيئ وتتجمل. هذا واجبنا. يعيشك سي فتحي. مني نقطتنا الخارجية لليوم من هالمكان المزيان توفى. نعم. لك الكلمة. شكرا لي كنيسة، يعطيك الصحة. وإحنا مواصلين فقرات برنامجنا باش نمشي وطلة صغيرة بحث الشيف أسمى في الدبارة، وبعدها باش نحكي على السمنة مع روعة المطماطي في اليوم العالمي للسمنة. يعيشك مني، خليتني كملت خبزة الدرع وحطيتها في الفور ديجا طابت، معناها كما قلت لكم 35 دقيقه تقريبا هكيكا. من بعد باش نديمو ليها باش نحيها من المول، مازال مش هذه المنظر، جست تبرد شويه ونقلبها، ما لازمش تبقى في المول تعرق. اي جاتو ما نخليوش في المول، نقلبوه. الحمص منين قريتو لقيتو قريبيتيف خاطر القديد مش باش ياخذ برشا وقت. القديد غسلته بالماء السخون مليح مليح مليح، يتنحى كالغبابر نتاع النشران، يتنحى كان فماش هكا حشره وقفت على معناها هكا مست القديد نتاعنا، شويه ريح شويه غبره، مع ينقص شويه اكل الشحومات اللي من برا. بزعنا الماء هذاك وتوا حط الحمص كما قلت قريب شتيب باش نمرق بالماء السخونه هوا، نمرقوش بالماء البارد فوق الحمص خاطر تقول ما يحسرن يعني الحمص يولي ما عادش يطيب بعد ما يوصل درجه الطياب هذيك، يعاود هكا يشمت بينا ويبس ما عادش ينجم ما عادش ينجم يعاود يطيب. باش نرمي القديد نتاعي، حطيت انا سبق وكركم، مانيش حاطه زيت خاطر باش نشوف ساعه القديد قداش كميه الزيت اللي باش يخرجها باش ما يجيناش الكسكسي نتاعنا قوي. اذا كان خرج كميه نتاع زيت باهيه باش نخلي كيك، واذا كان لا باش نحط من بعد شويه زيت زيتونه. هذايا مني باش نزيدوا حتى شيء، كان شويه فلفل اكحل اهو وفقط، حمص ماء كركم قديد والماء سخون اللي زدته في المره الثانيه والحمص قريب شتيب. انتم في الدار تاخذوا الحمص الفول الشايح تنفخوه تنحيوا لك الكحله البارتي الكحله من الفوق، اما تخليوا له بكا نص القشره والا تقشروه كما تحبوا انتم وترميوها في الاخر شويه خاطر ما ياخذوش برشا وقت. اكهو انا كسكسي القديد جربوه بالطريقه هذه وتو تشوفوا قداش باش يتبنن ويتفوح بالقديد هو في حد ذاته، فما بالك مرقاز وعصبين شايح. يعني العصاره نتاعك المطعم الكل نتاع التبل والكرويه والهريسه والعربي العربي والبسبسه الحلوه الكلهم باش يخرج المطعم نتاعهم فيك المرقه نتاع الكسكسي، وزعره بيان سور تكون خفيفه باش ما تكونش ثقيله. النجمو بعث لي الكسكسي قبل ما نسقيه ونحط له شويه سمن، انا باش نحط له باش نرجع الواحد الكسكيس الهوني هذا عظم صمتو خاطر ما باش نزين به. التفويره الاولى كما قلت لكم عملتها زيت اكاهو، التفويره الثانيه حطيت لها ماء بارد مش ماء سخون هكايا. غدوه طب نوريكم كيفاش نكسكسو كسكسي السميد، معنا كيفاش نشريو سميد ونكسكسو للناس اللي ما ياكلوش الكسكسي البكوات. غدوه ان شاء الله باش يكون عندنا كسكسي باش يعجبكم برشا، هو كسكسي العروسات هذاك اللي ديما تشتاوى خاصه توا بعد هالجائحه هذه، ما حضرناش برشا فروحات وما كليناش برشا كسكسي. غدوه باش نوريكم كيفاش نعملوه في الدار ونحيو شهوتنا، وباش نوريكم زاده كيفاش نكسكسو السميد. برشا ناس ما يشريوش الباكوات، ياخذوا كيلو سميد احرش نتاع الكسكسي هذاك ويكسكسوه وحدهم. غدوه باش نوريكم كيفاه. صباح الخير منيره. صباح الخير اختي اسماء. صباح الفل، انت لاباس؟ الحمد لله ربي يبارك لك فيه. وانت زاده يبارك لك يا ربي. مرحبا بك. قل نسمعك. حسيت لك الحصه نتاع الكسكسي هذيك كل بالكعاب ما عرفتش شنو. سامحني البارح؟ البارح. البارح خلصت في الاخر. اللي بالشبتيه.
تعرف نسيت البشبتيه واللي بشبتيه سحليه وشبتيه نتاع جرجيس. هو بس هو كيما العصبين كذاب من غير مصارن من غير حتى شيء. قطه معدنوس، قطه سلق، قطه سبناخ او سلق كيما تحب، شبت قطه ولا زوز كانها كبيره صغيره نعملوا زوز، كانها كبيره نعملوا قطه، بصل سبقي بالعروش نتاعو تقصه جيد، راس ثوم، ملح فلفل حلتين بلوكرويه، شويه نعناع الشايح، زيت هريسه عربي، تخلطهم الكل مع بعضهم وتقص فيه تريفات الدجاج، كان عندك زدر نتاع دجاج ولا شويه كبده ولا شويه لحم اللي تحب انت. من بعد تحط فيها هكا حفنه سميد احرش بيدك والا شابلور والا خبز يابس مهرس، ومن بعد تلمها بعظمتين او ثلاثه. قسمت نحيت شطر زدت شويه طماطم معجونه خاطر شبتيه الجنوب اللي تتفور فيها شويه طماطم معجونه، كعبرت هكا الكعابر هذوكم الكبار وحطيتهم يتفوروا في الكسكاس. وجنب بعظم لا عظم لميت بالعظم، والبارتي الاخرى حطيت قلايه تحمي وعملتها كعبيرات صغار وقليتهم في القلايه، وهكاك تحصلنا على شبتيه زرزيس وشبتيه الساحليه. سينو الحلقه تتلقاها بتاريخ امس على اليوتيوب. اسمعيني والغريبه البيضاء وريها لنا بربي. هذا بي بي ناخذ بي نعملوها ان شاء الله الجمعه اللي بعد هذه وعد. ربي يبارك لك. ها وانت زاد بهذا الكسكسي باش نحطو يفور. التفويره الثانيه هذاك هو خبز دراع باش نقلبها. هوني شنو زدت مع خبز دراع في سافيسا باش الصغيرات ياكلوه يتشجعوا، باش نعملوا دي تروف. مي لي تروف نتاعنا اليوم باش نعملوهم بالدقله، مانيش باش نعملوهم لا بسكر لا بشوكولاته، وفي بلاصه الشوكولاته كاكاو امير هاكا باش يتحلى كان بالسكر نتاع الدقله من غير حتى اضافات. شعملت الدقله حطيتها في الميكروويند وهكا عملتها شويه رفستها بالفرقيطه، سينو تنجموا تعملوها في الرحاس، سينو حتى بيديكم في الميكروويند حتى 3 4 دقائق لين تولي طريه الدقله. زدتها مغرفتين كاكاو امير، مغرفه زبده وشويه شوش ورد وقرفه، هذوما باش نعملهم كعابر دي تروف، باش نغطس في الكاكاو في البودر نتاع الكاكاو، باش نغطس في البيستاش في الشوش ورد في اللي تحبوا انتوما، وباش نقدموهم مع خبز الدرا باش نشجعوا الصغيرات ياكلوا لي تخوف هذوكم باش يغروهم هكا ويظهروا لهم اللي هما شوكولاته صافيه. نمشيو المنى وفقره التغذيه من بعد نكملوا مع بعضنا نشوفوا الريزلت. شكرا لك شيف اسماء الحقيقه وروعه بحذايا قاعده تتبع فيك بكل انتباه الحقيقه. فرحانه بها. فرحانه بها خاصه واحنا اليوم عاد اليوم العالمي للسمنه، لازمنا نردوا بالنا خاصه مع الصغيرات. ديما نقول غشوا الصغيرات هكيه معناتها بحاجات صغيره، ومن يتظهر انت باش تمدلو باش تقولو هذه شوكولاته، راه هو الكو سكري ماهوش باش يفرق شوكولاته ولا دقله ولا دونك الدقله انفع، الكاكاو نافع برشا للصغيرات خاصه كي يبدا خام هكيكا. دونك هذه هي الفكره اللي لازمنا نطبقوها في برشا حاجات اخرين، مش كان في الحاجات الحلوه. اكيد يعطيك الصحه. اذا روعه الحقيقه اليوم نحكيو على اليوم العالمي للسمنه. اليوم نسجلوا اعداد مرعبه مرعبه وي مخيفه برشا. اذا كان انا نحب نخوف ساعات بالاعداد على خاطر كي نشوفوا بين قبل ونقارنوا بين قبل وتوا نشوفوا العدد معناتها في 1905 بين 1975 واليوم، وحسب لوميس هذا كل حسب المنظمه العالمية للصحة الأعداد تضاعفت في ثلاثة. دونك لهنا نراو اللي العادات الغذائية تبدلت، عاداتنا اليومية تبدلت لدرجة أنه سمنة زادت ثلاثة مرات. اش معناتها سمنة؟ يلزمنا نفرقوا بين سمنة وسيغ بوا يا موني. سيغ بوا هي زيادة في الميزان اللي تلقاه عبد ماهوش زايد برشا فوق الميزان نتاعو. وقت يحسب بالطبيعة طوله اكزاكتومون على حسب لانديس دو ماس كوربوريل اللي ام سي. دونك يعطينا عندنا لي فالور نتاعنا اللي بين 25 و 29 هذيكم الناس اللي عندهم سيغبوا. كان فتنا 30 لهنا نحكيو على السمنه، فما السمنه الكغاد الاولاني، الكغاد الثاني، والثالث اللي هو اخطر انواع السمنه. دونك نكملوا في العدد جوستومون قبل ما نرجعوا للاي ام سي. دونك لهنا راهو في العالم حسب الاو ام اس حسب دراسات ما تفوتش 2016 2017 راهو عندنا 1.9 مليار ادولت فوق 12 فوق 18 سنه يعانيوا من مشكله سيغبوا، منهم 650 مليون ادولت يعانيوا من السمنه في الميزان. في الوزن زياده في الوزن 1.9 مليار، هذا العدد كبير برشا، و650 مليون سمنه. دونك لهنا العدد مرعب شويه. عند الصغيرات 38 مليون صغير يعاني في العالم الكل يعاني بين سمنه وزياده في الميزان اقل من 5 سنين، اللي هي حاجه زاده اختيره برشا. في تونس وحاسب لو ام اس وحاسب دراسات قامت بها بعض الجمعيات زاده في تونس، فما 50% من التوانسه يعانيوا يا اما من السمنه يا اما في زياده بالميزان.
عدد كبير برشا كبير اذا كان نقولوا 50% مخيف برشا برشا. وفما 22.3% من التوانسه يعانيوا من السمنه بروبرمون ديت، معناتها نحكيوا على زياده في الميزان اللي الاي ام سي فوق 30. دونك لهنا العدد مش وترتفع. المشكله احنا يمكن زاد في عاداتنا وفي تقاليدنا يقول لك بصحته صحيتك كلمه الصحه اي بصحته ماهوش ماناش قاعدين نخوفوا ماناش قاعدين نفيقوا صغار اليوم نشوفوهم معناتها زايد في الوزن للاولياء يزيدوا يشيلوا في الشوكولاته يزيدوا يوكلوا في اكلات هذه نعرفوا النظام اذا كان ماكلاش اذا كان ماكلاش نعطيه البسكوي ونعطيه باش ما يقعدش جيعان لا ومع لا 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 ومع التليفونات ولا تابلات المشكله الكبيره يقعد ياكل وتلقاه عينيه مغروسه في التلفزه ولا في اللي هي عاده سيئه برشا. ان شاء الله هنا نداء للاباء نحيوا عاده انه صغيرك ياكل قدامه حاجه يتفرج فيها اعملوا ريتوال لصغيراتكم كان هو ما حبش دوره ديما نسمعها مش هو ما حبش يعني يقولوا لي صغيري ما حبش ياكل نسمع انا ما نجمتش نقنع صغيري ولا انا ما عرفتش كيفاش نقنع صغيري انه ياكل على خاطر ديما المسؤول راهو الام والبو. اعطيوا ليكزامبل حطوا الطاوله وحطوا الكراسي واقعدوا كلوا قدام صغيراتكم باش هما زاد يوليوا ياكلوا معاكم. فما المغرومين زاد بالسينما وبالافلام وبالمسلسلات خاصه وبالاوقات ليه ياكلوا يقعدوا قدام التلفزه ويحبوا مثلا فما شكون يشد لك سيغي كامله ليله كامله مثلا هكا يقول لك وياكل صحيح هي من اكثر حاجات اللي تسبب السمنه. دونك لهنا يظهر لي فما مساجات قاعده قاعده مساجات خاطر فما شكون يتاه في شقاله بوب كورن في القطانية وفي اللي ياكل في الشوكولا وفي اللي شوف نجموا مره في الفيل مش نعملوها ايفينمون مع العائله ولا مع اصحابي باش نخرج ما يقلقش من اراني ديما نقول ما تتحرموش ما تحرموش رويحكم. اما اذا كان المره في الفيل والشهوه تولي عاده وقتها مشكله على خاطر الجرينيوتاج والماكله بين الاوقات هذيك هاو البوب كورن والشوكولا والبسكوي وكعبه الحلو مع القهوه من اكثر الحاجات اللي تسبب السمنه جوستومون واللي تسبب زياده في الميزان. مره في الفيل ديما نقول راهي مره في الفيل ما تقلقش اما ديما لا ريبيتيسيون هي اللي باش تعطينا المشاكل لازمنا نردوا بالنا. حاجه اخيره موني لو ام اس اكلاسي السمنه من الامراض المزمنه كيفها كيما الديابيت كيما ليبرتونسيون كيما امراض القلب. معناتها هي مرض مزمن بالنسبه للمنظمه العالميه للصحه السمنه مرض مزمن ان شاء الله يا رب يا ربي في تونس مع ان شاء الله التغييرات اللي جايه ان شاء الله خاصه فما الحقيقه مشاريع كبيره خاصه في الصحه اللي فما تغييرات ان شاء الله يا ربي قاعدين يشتغلوا عليها ان شاء الله يتم ادراجها في البريزون شارج عند العبيد خاطر العبيد تحسها ثقيله العبيد تستغلى لا كونسلتاسيون عند المختص ولا عند الطبيب باش نضعف الناس تسخيلها حاجه لوكس ولا حاجه اوبسيونيل ولا حاجه مش مشكله كيما قلت انت بالصحه زيد شويه مرمرم شويه عنده حنايكات اللي راهي السمنه تسبب الامراض ما تسببش كان امراض القلب والشرايين ولا ما تسببش كان السكر راهي تسبب الكبده في الشحم في الكبده سامحوني تسبب في انسداد العروق تسبب في برشا في ستياتوز اللي هي نفسها سامحني في الاختخوز سامحني دونك لهنا تسبب برشا امراض اخرى عبيد ما تنجم تقف على ساقيها على خاطر الرزن البوا يهبط دونك لهنا لازمنا نردوا بالنا راهي ليستة الامراض اللي تحت شابو نتاع السمنه كبيره وليستة طويله وعريضه دونك لازمنا نبداو باغ تريتي المشكله الاولى اللي هي السمنه باش نجمو نتعداو ونتفاداو الامراض هذيك الكل ان شاء الله يا ربي تولي فما بريزون شارج من الدوله على السمنه كوم سا نقصوا شويه ما هاللي بورسونتاج اللي طالعين 50% عدد كبير وكبير وكبير برشا. انا ما حكيتش برشا تغذيه اليوم حبيت نخوف شويه العباد على خاطر انا زيدا كي نرى الاعداد هذيك في ارتفاع نخاف ونترعب على خاطر العادات الغذائيه نتاعنا ياسر خايبه ويزمنا نصلحوهم بشويه بشويه هاكا اسمعني هاكا عينك على الشيف اسمع لي والله تبارك الله عليها ديما تعطينا نحاولوا بالحق نحاولوا ايه لي برافو ما استعملتش الفارينة عملت كان الدرع كان البودر نتاع الدرع نحاول كيفاش يحطوا الكاكاويه ويحطوا الجلجان الصغار بالداخل وكيفاش يحطوا الكاكاو باش ما يروهوش ديجا نعطي دو فيرسيون ديما نعطي فيرسيون كيفاش مغشوشه وكيفاش لا كيفاش باش ياكلوها باهي الغشا الصغار ديما نقول غشوا صغيراتكم خبز الدرع ديما ننصح بها في فطور الصباح نعوذوا بها الخبز والريحه ياسر بنينه الريحه بنينه صحيتك ناكلوا حاجه صحيه وبنينه راهو مش بالضروره الريجيم مسوس وماسط وما في حد شيء ليلى بديتو عندك مكالمه هاتفيه باش نخطبوا بها من ليلى من سيدي بوزيد صباح النور ليلى صباح النور مرحبا
عايزك شنو سؤالك اختي؟ عايزك انا نحب نسالها، انا طولي مترو و67 ونزن 53، معناها ضعيفه وخاصه في وجهي ضعفت برشا برشا. نعرف اللي انت بتحكوا على السن، اما انا انت جيت اليوم في العكس، اما مثال جاي تعطي بك. ان شاء الله تو نحكيو نهار نخصوا نهار. صباح الخير يا ليلى، ان شاء الله نهار تبعنا تو نخصوا نهار نحكيو عن الناس اللي عندهم مشكله ضعف، الناس اللي يحبوا يزيدوا في الميزان. انا بصراحه نقابلهم برشا في خدمتي، معناتها برشا عبيد مش في بالهم اللي مضعاف صح عليهم ينجموا ياكلوا كل شيء، هو مش صحيح. لا با دي تو، الناس اللي يعانيهم الضعف عندهم زوز مشاكل، يا اما البدن يحرق برشا والا هما ما عندهمش الشهيه. كان هي من الناس اللي بدنها يحرق برشا، تحاول تعدل ماكلتها، تكون متوازنه بالكدا بالكدا، تطلع شويه في مش بلوتو تطلع، تعطي لي بيزوان نيسيسير من البروتينات لبدنها، وتحاول تربح الميزان في شكل عضلات. ما انت تعمل شويه سبور كوسوا في الدار، هي عندها صغيرات معو فيه تحيه كبيره والا في سال دو سبور، حتى في الدار تنجم حتى بالحاجات البسيطه، بتبيبز الماء بحكه طماطم. معناتها لي كوتش دو سبور ديما يوصيو فينا، عليك شحنا بعد شويه منال باش تكون حاضره معنا. عندنا برشا ما نحكيو في الكوتي هذا، حاجات بسيطه في الدار، خاطر ساعات كي نقول لهم راهو باش تربحوا عضلات يقول لي ما نجموش نمشيو لي سال دو سبور، نجموا زاد ناخذوا نصيحه ونقعدوا في الدار. شكرا ليك يعطيك الصحه، شكرا ليك على حضورك معنا كالعاده، ان شاء الله تكون حاضره معنا بتبيعه في برنامجنا. احنا توا باش نمشيو لنغم بصوت الراحله ذكرى محمد، وبعدها باش تكون حاضره معنا لميا الذوادي وضيفها من خلال الفقرة الرياضية. Yeah.
صباح الخير. اذا عوده لاخبار الرياضه، فقرتكم القاره في صباحكم التونسي. سعيده باستقبال ضيفي اليوم سي طاهي بقا، رئيس جامعه الكيوكوشينكاي والفنون الدفاعيه. مرحبا سي طاهي. الله فيك، شكرا شكرا لك لمي على الاستضافه، وشكرا لمتابعي صباحكم تونسي. مرحبا. اذا قبل الحوار فقط نذكر البارح دارت ثلاثه مباريات في اطار الجوله الثانيه اياب في كره القدم، طبعا نحكي وزوز تعادلات مستقبل الجيش والنادي الافريقي هدف لهدف، ثم النجم المتلاوي والنجم الساحلي كذلك، والاولمبي البيجي يعود من شبيبه القيروان، من يعود من القروان بانتصار هدف مقابل صفر. هذا بالنسبه لكره القدم. من كره القدم نمشيو للتنس. للاسف أونس جابر البارح تنهي مشوار في دورة قطر في الدور الثاني. أونس جابر نذكروا ترتيبها 31 دبل في تي ا، كانت قابلت البارح التشيكية سيليكوفا المصنفة السادسة دبل في تي ا، كانت انهزمت أمامها 4-6 6-4 ثم 7-5. مباراة كبيرة قدمتها أونس جابر، لكن للأسف تفاصيل صغيرة هي اللي صنعت الفارق لصالح التشيكية في مباراة دامت ساعتين و40 دقيقة بالدوحة، طبعا دورة قطر المفتوحة. إذا سي طاهي الجديد أو نبدأ بالحدث في رياضتكم هي يوم 19 جانفي إمضاء الاتفاقية مع الاتحاد العالمي اللي هو KWU تونيزيا، كان تحكينا أكثر تفاصيل نفسر الجمهور الاتفاقية. الله فيك يعطيك الصحة. هو يوم 19 جانفي 2021 هو حدث عنده بعد وطني في بالنسبة للرياضة الكيوكوشينكاي في تونس، وعنده بعد دولي. نبدأ بالبعد الوطني. قطاع رياضة الكيوكوشينكاي بطبيعة الحال لأول مرة معناتها رؤساء أو ممثلي الفروع متاع المنظمات الدولية المؤسسين للاتحاد العالمي اللي هما KWF كان وEFK يقبلوا أنه يكونوا موحدين وباش يخدموا مع بعضهم. بطبيعة الحال الخبر هذا كان صار بالنسبة للاتحاد العالمي الكيوكوشينكاي مقر موسكو، وهذاك علاش فرحوا ياسر بالاتفاق هذا اللي هو باش ينظم قطاع التشتت نتاع المنظمات الدوليه في هذه الرياضه. لعلمكم اللي ثلاثه المنظمات الدوليه هي اكبر منظمات دوليه في الرياضه هذه، هي اللي مؤسسه الاتحاد العالمي للكيوكوشينكاي، وهذاك علاش تباعا على مستوى الدولي بالبلاد قاعدين ياسوا KWU. سبقتنا سويسرا، سبقتنا بريطانيا، سبقتنا الأرجنتين، سبقتنا برازيل، ولكن كان سبق لتونس. هذاك علاش دولي أول بلد عربي، أول بلد عربي وإفريقي بطبيعة الحال ينضم للKWU العالمية هذه بطبيعة الحال. وهذاك علاش بعد مسار نتاع النقاش في الاتفاقية المشتركة عقد الشراكة والاتفاقية مع هذا الاتحاد دام تقريبا 7 شهور هذا المسار، في الأخر تم كل التعديلات اللي احنا طالبنا بها واللي هما قبلوها وطالبوا بها زاد كذلك، وفي الأخر معناتها تمت تقريبا المصادقة النهائية مع الاتحاد العالمي للكيوكوشينكاي KWU. وهذا بطبيعة الحال باش يفتح باب كبير ياسر لتونس انها باش باسم KWU باش تنظم البطولات الإفريقية، باش تنظم البطولات العربية والبطولات المغاربية باسم الاتحاد العالمي للكيوكوشينكاي.
وكذلك من أولمبياد فرنسا 2024 الاختصاص هذا باش يولي أولمبي إن شاء الله. هذاك علاش كدبليو معناتها ماضية قدما في المفاوضات بطبيعة الحال، وهذا قاعد يدعم في المواقف متاعها في المفاوضات متاعها حتى تكون إن شاء الله تكون مدرجة في أولمبياد 2024 بحول الله تعالى، وإن شاء الله تكون مشاركتنا باش تكون مشرفة إن شاء الله. الكوفيد طبعا تعب الرياضات الكل، فما بعد ثم عودة الملاحظة حسب الأرقام اللي قلتهم لي، فما عودة قياسية، فما أرقام قياسية يعني عودة بقوة لهذا الاختصاص، كان تفسر لي شوي. طبعا احنا الجامعة التونسية كوشيكاي كاراتيه والفنون الدفاعية نظمت تربصات وطنية، وفي سياسة المكتب الجامعي متاعنا أن هذه التربصات الوطنية تكون في الداخل في الأعماق حتى ننشروا الفرحة والبهجة في نفوس الأولياء والتلامذة إلى آخره. هذاك علاش نقدروا بعد محطة جهات بعيدة بطبيعة الحال التربص الوطني السنة وامتحان الأحزمة المتقدمة السنة بني والأسود فما فوق بطبيعة الحال منتشرة في 11 جهة بعد الوسط والساحل مشينا للشمال مشينا بنزرت مقرين الوطن القبلي قربة، وإن شاء الله الأسبوع هذا بحول الله تعالى نهار السبت في قصر الساف ونهار لحد في توزر في قفصة وفي أم العرايس، ونقدروا اللي العدد سيتجاوز 1700 مشارك في هذه التربصات الوطنية، وهو رقم قياسي لم يسبق للجامعة التونسية كيكوشنكاي كاراتيه والفنون الدفاعية باش يشاركوا ليزاتليت بهذا الحجم، وكذلك على مستوى الفني أنا مانيش فني في الموضوع، ولكن يأكدوا اللجنة الوطنية الفنية يقول كونه ثم معناتها ثم ارتقاء حقيقي في المستوى الفني شيئا فشيئا في هذه الرياضة. والقادم طبعا فما ثلاثة تظاهرات هامة، البطولة العربية، البطولة العالم، ثم في بطبيعة الحال أنا معناتها اللي في بلغاريا في جويليا في جويليا 2021 طبعا هي المشاركة متاعنا إن شاء الله باش تكون مشرفة. قرر المكتب الجامعي بالشارك في بطولة بلغاريا للأصناف الأعمار بين 18-21 عام، وعندنا أمل إن شاء الله باش نجيبوا مع التتويجات تشرف تونس، ثم بحول الله تعالى إن شاء الله ماشيين في تنظيم البطولة العربية، وإن شاء الله المشاركة زاد كذلك في بطولة العالم في ديسمبر 2021 بحول الله تعالى إن شاء الله باش تكون مشرفة جدا، وإن شاء الله نجيبوا تتويجات تشرف تونس وترفع راية تونس عالية بحول الله تعالى إن شاء الله. وأنت شرفتنا اليوم بحضورك سي طاهي، شكرا لك على تلبية الدعوة. نمشيو للمنايا ويبدو أنه كذلك ضيفتها مش بعيدة على الرياضة. شكرا لك لميا، يعطيك الصحة. بالحق اليوم مواصلين في الأجواء الرياضية، وسعيدة جدا باستقبال منال بالرمضان اللي هي كوتش سبورتيف وكذلك معتمدة من الأكاديمية السويدية. نقول لك صباح الورد. صباح الخير منى. مرحبا. مرحبا بك يا عايشة. عايشك. اليوم باش نحكيو على تأثير، ما مدى تأثير التغذية متاعنا على الرياضة على علينا وقت نعملوا حركات رياضية، وقتاش ناكلوا، كيفاش ناكلوا، خاصة كي نبداو ماشيين باش نعملوا رياضة في قاعة. صحيح منى، احنا باش نتكلموا على التغذية وعلاقتها بالرياضة، لانه هما اساسا وجهين لعملة واحدة اللي هي عملة، يعني نتكلموا عن الصحة. نعم. اهمية التغذية وممارسة النشاط الرياضي. الاسئلة المتداولة على طول، شنية ناكل قبل ما نمشي لسال السبور، وشنية ناكل بعد ما نطلع من سال السبور، انا مارست تمرين رياضي، شنية المفروض اني ناكل. فالبري وورك اوت ميل، البري وورك اوت ميل هو الأكلة اللي ناكلوها قبل التمرين، وقتها ناكلوها صديفة. قداش الوقت بين هاو قاعدين نشاهدوا في الصور؟ بالضبط، هو من شخص لشخص وقته ناكل على حسب نوع التمرين وعلى حسب هدف الشخص نفسه شنية يحب، يا إما فقدان وزن يا إما اكتساب كتلة عضلية، كما الأخت اللي كانت تسأل في روعة قبيلة شوي كانت تسأل فيها شنية نعمل باش نكتسب الكتلة العضلية. فالكتلة العضلية نكتسبوها عن طريق الأنواع من الأكل كما الشوفان، البطاطا الحلوة، الروز البسمتي اللي هو
أفضل أنواع الكربوهيدرات وسريعة الحرق، تساهم أنه الشخص نفسه يكون في مستوى التمرين الرياضي، عنده قدرة على المواصلة بدون مواصلة التمرين بدون ما يحس أنه هو عنده جزء كبير من التعب، يعني الإرهاق، ما يحسش بالإرهاق. الفترة الزمنية اللي منصوح بها هي من ربع ساعة حتى لساعتين. من ربع ساعة على حسب الشخص، اللي مثلا كلي يقولوا احنا وجبة خفيفة كلي سلطة. انا على اساس كنت في الافوكا شاف زادة في الاناناس، معناتها برشا خضر وبرشا زادة ليجو افضل 10 قطعة ما يمكن تناولها. اي هو ليجو فما جو نتاع طماطم، فما جو الجزر، عندك الافوكادو، هذوما حاجات. الافوكادو هو لانه غني برشا بالبروتين والدهون، فهذا هو اللي يخليه شيء منصوح به قبل التمرين الرياضي. باش نتكلموا زيد على البوست ورك اوت ميل، يعني شنو هي ناكل بعد ما نخرج من سال سبور، وقتاش ناكل بعد ما نخرج من سال سبور. ناكل فما الموديريت ورك اوت. الموديريت ورك اوت هو التمارين المكثفه سوري اللي هي التمارين المعتدله. يعني فما اعتدال في نوع التمرين. مثلا ان دام خرجت مشات لسال سبور، لعبت حصه نتاع زومبا وخرجت، فتنجم تاكل في وقت ما يتجاوزش ساعتين. شخص مشي للسال دو سبور، لعب تمرين نتاع كارديو، لعب معاه تمرين نتاع حديد، لعب بحديد برشا برشا، محتاج انه ياكل بعد ربع ساعه من التمرين. شنو ياكل؟ يفضل انه هو ياكل حاجه غنيه برشا بالبروتينات وغنيه برشا بالكربوهيدرات بتناغم. فهمت؟ معناها ياخذ 60% كربوهيدرات، ياخذ 25% من البروتينات، و15% اللي تكون نسبه الدهون. وهذا بالطبيعة يختلف على حسب الشخص، فما حد يعمل كمال أجسام، فما واحد يحب يفقد وزن، فما واحد يحب يكتسب وزن اللي هو تضخيم عضل والحاجات هذوما. فإحنا في الحالة هذه على حسب الشخص نحدو شنية ياكل وشنية يشرب، وقتاش ياكل وقتاش يشرب. شنية الأخطاء الشائعة اللي يلزمنا نبعدوا عليها؟ الأخطاء الشائعة أني أنا ناكل مثلا قبل بعشرة دقائق وندخل نعمل رياضة متاعي. هنا باش المشكلة كلها باش تصيب عنده التوعكات الصحية المعوي، خاصة أنه هو يتقلق يقول لك هو عندي حموضة زايدة، طلعت لي نحس روحي متقلق. وفما ناس حتى يوصل بها الموضوع أنه يفقد الوعي أثناء التمرين الرياضي، علاش؟ على خاطر يكون نسبة مثلا السكر ناقصة إذا ما كليش بالقدا. كيف ما قلت لك مني، هو الموضوع كامل في أنه وقته تاكل هو اللي أثر على حركة الجسم أثناء التمرين الرياضي. وقته ناكل يلزمني نعرف أنا شنية اللي محتاجته في المرأة اللي باش تدخل لسال سبور، يلزمها تحدد الهدف متاعها. وهذا دور المدرب اللي معاها اللي متابعها هي، يقول لها شنية تاكل وقته تاكل. به مهم برشا السوائل نعرفه، مهم شربين الماء وكل. من المستحسن الماء نشربه فما زاد شكون يبدا يقوم بالرياضه ويشرب في الماء، انصحنا شنو اللي خير؟ هو اي حاجه توصل للحد تنقلب للضد. البدن محتاج ماء والافراط فيه مش به. معناها انا قاعده نلعب في تمرين رياضي، المفروض انه كل 20 دقيقه ناخذ ماء. إذا هذا كما قلت لك اللي هي هاي انتنسيتي كارديو، اللي هو التمرين الهوائي اللي يكون عالي الكثافة. تمرين هوائي عالي الكثافة أنا محتاجة أني نشرب كل 20 دقيقة. فما ناس تبدأ معاها مثلا دبوزة الماء متاعها وتقول لك لا أنا كل شوي نشرب خاطر قالوا لي الماء به، اي الماء به صحيح، اما مش تشربه باستمرار وانت قاعده تلعب في التمرين الرياضي، خاطر مثلا تحب تلعب كما نقولوا تمارين بطن. تمارين البطن لازم تكون المعده خفيفه، خاطر في عندك تمارين اللي باش تحتاجها مثلا الكرانش، ابدومينال كرانش، هو تمرين ضغط الكل على فم المعده. فهمت كيفاش؟ فتصير العمليه مواصله التمرين هي نفسها صعيبه على اللي يلعب. يعطيك الله صحة. من اللي باش نخلي لك كلمة الختام، شنو ما النصائح اللي بالطبيعة تنجم تقدمهم خاصة للسادة المشاهدين توا اللي بداوا شوية شوية يمشيوا للقاعات، وفما زاد ناس اللي تعمل المارش؟
النصائح اللي ممكن احنا اللي ننصح بها السيدة المشاهدين، انك انت مثلا اذا انت جديد على الرياضة تبدأ بشوية بشوية، يكون تتبع كما قلنا المرة اللي فاتت ليزيتاب المهمين في الرياضة كما نقولوا الاحماء، انتعال حذاء رياضي مناسب خاطر هذا بطبيعته مهم برشا باش يخليك مرتاح، باش يخليه مرتاح، ياخذ قصة كافي من النوم باش يبدا كيف مرتاح. المرة اللي فاتت قلنا على الحب المقصود به هو النوع الهرمونات اللي يفرزها الجسم، خاطر به انك تحب بدنك، به انك انت تحب روحك، به هو كل ما انت حبيت روحك راهو منين توصل للنتيجة اللي انت تحب عليها في صحتي سارة. شكرا لك منال بالرمضان، سعد جدا انك كنت معنا الاسبوع هذا، ان شاء الله تكون حاضرة معنا بتبيعة في برنامجنا في الحلقات الجاية. احنا مواصلين كالعادة بعد لحظات باش تكون حاضرة معنا ريما مقريني أستاذة علم النفس الاجتماعي وموضوع جديد. إذن مواصلين استضافاتنا وفقرات برنامجنا، ومسك الختام يكون مع ريم مقنيني. ريم اللي جينا اليوم بموضوع الحقيقة يظهر موضوع الناس الكل، موضوع الساعة، مشاكل الحياة يا ريم. عندي مشكلة. صباح الخير سي علي. صباح الورد. صباح الخير كل مشاكل فينا. نسمع مشاكل وعندي مشكلة ومعليها وزيدوا معليها. واللي تسمعوا يقول لك اللي ترى تقول له صباح الخير يقول لك عندي مشكلة. عندي مشكلة مالا كذا، طريقة التواصل اللي ولات خاصها معناها ناتشورال. اليوم منين نحب نقول شوية، هو موضوع فلسفي ما خلينا نكونوا براغماتيين باش نعطيو حلول ماذا بينا. البارح والبارح وقت تحدثنا كيفاش أفكارنا هما اللي يخلفوا لنا ساعات أحساس بالأحباط وشعور هكا ساعات مزاجي تيح اكسيتيرا. دونك نكمل في نفس السياق في طريقة معني إدراكنا للأمور وتواصلنا اللي هو بيدو يأثر على الأفكار الداخلية متاعنا. اليوم كلنا عنا دي زوبستاكل دون لا في، معناها فما الصعوبات التحديات مشاكل الحياة اليومية ساعات، معناها من الصباح لليل عندك واجباتك، عندك معناها ظروف صعيبة، ظروف اقتصادية صعيبة، اجتماعية صعيبة اكسيتيرا. دونك في عوز الإنسان يكون حاضر باش يكون معناتها الوعاء مهيئ في نفسيته في بدنه في راحته باش يكون عنده معناها قدرة على حل المشاكل، يخرج بي يكبرها معناها يزيد عليها هي ديجا المشاكل موجودة والصعوبات باش نقولوا مشاكل ليه معناها صعوبات لي سيتواسيون ديفيسيل الوضعيات الصعيبة موجودة في الحياة، يهيئ نفسه نيجاتيفمون، بمعنى انه حتى من الكلمة نتاعو نتاع مشكلة راهي الامباكت معناها نيجاتيفمون القدرة نتاعو باش يواجه وباش يلقى الحلول. الحقيقة معناها كي نشوف ساعات وضعيات اللي هما من بالنسبة لينا أصعب وضعيات في الحياة اللي عندنا تحديات كبيرة فيهم، هما الأمراض المزمنة والأمراض سورتو اللي نعرفوا نهايتهم صعيبة برشا. معناها كي تسمع أنت مريض يقول لك أنا اليوم مثلا تعلمت نواجه مشاكلي اللي هو مشاكل الصحة، مشاكل معناها واحد يدخل لوبيراسيون ما يعرفش روحه يدخل ويخرج منها حي ولا لا قدر الله ميت اكسيتيرا، ويقول لك من أصعب من أحسن حاجات تعلمتهم في هالمحنة هذه اللي كيفاش واجهت وجور وجور وكوتيديان وبالحاجة بالحاجة وقعدت سوغ لو مومون بريزون. اش معناتها؟ مثال يقول لك أنا مازال كي خرجت من العملية ما قعدتش نخمم في النتيجة نتاع النبات ولا النتيجة نتاع شنو باش يقول لي الطبيب من بعد، قعدت نتبع في روحي باش نتحسن كل يوم نهار شويه شويه شويه. شوف الطريقه نتاع التفكير وقت نوليو في دي سيتواسيون بالحق ياسر صعاب وما عندناش عليهم قدره صعيبه، معناها قدره كبيره. خلي المشاكل الحياتيه اليوميه اللي هي معناها واحد صحته جيده، عنده مازال الذكاء نتاعو اللي تخدم كل نهار، عنده علاقاته الاجتماعيه، عنده الاوقات معناها اللي نجم يحسن فيهم نفسيته ويعرف اليوم شنو يلزمنا نعمله. احنا اليوم معناها كل الناس كل تعاند في بعضها وتعاود شنو ما الاشياء اللي خليونا معناها نلوجوا الراحه النفسيه نتاعنا والصحه. الحقيقه مطلب كبير والصحه نتاعنا معناها على جانب ذهني. دونك معناها حد شيء بالنسبه علاش انا عطيت الاكزامبل على خاطر الوقت يعيش عبد
بالحق الاكستريم نتاع لي سيتواسيون ديفيسيل يولي الريلاتيفيز معناها يولي كل شيء عنده نسبيه بطريقه نسبيه دونك نسب الامور. خلينا ساعه نحكيوا على الادراك للمشاكل وفي عوض ندركوا شنو هو الحل معناها شنو هما الحلول نتاعنا مش شنو هما المشاكل نتاعنا وكيفاش جوستمون نكونوا في الذهن مهيئين راني انا قادره باش نحل المشكله. برشا يقولوا لي كلام صحيح كلام هذية ما ستيوريك صحيح ما تنجمش انت معناها اليوم تقول باش نحل مشاكلي عندي قدرة على المشكلة لا اللي اليوم عندي مشكلة لازم نكون انا في نمط عايش كامل متاع نكون مهيئ لي معناها للحلول. شو معناتها؟ معناتها راني عندي طريقة في تفكيري نرجع لطريقة التفكير اللي أنا كل يوم عندي مع نفسي دي رانديفو معناها متاع كل يوم شنو اللي نحب شنو اللي عملت وين وصلت تسائل اليوم يعني نقولهم فما راهو ان كيستيونمون او كوتيديان معناها واحد راهو في محاسبة النفس محاسبة النفس على ما هو قيامي وما هو يعني أشياء وجودية لكن وين وصلت بروحي وين قدمت بنفسي وين معناها وهذيك يخليني نكسب الثقة في نفسي خاطر أنا كل يوم احنا نزيدوا شوية راهو في الإمكانيات متاعنا بطريقة اللي هي أوتوماتيك ما نوقفوش نقولوا معناها مش كل يوم نقولوا راني تعلمت حاجة جديدة راني تواصلت مع إنسان اللي هو فريمون عنده حاجة جديدة اكسيتيرا معناها فما أشياء اللي هما يجيو أوتوماتيك سي بيان دو سوبوزي معناها توقف وتقول راني أنا اليوم قاعد نقدم قاعد نحسن. ريم فما عباد يظهر لي حتى باش يقف بينه وبين روحه ماهوش ما يقعدش مع نفسه يهرب من روحه انا نقول له معناها ساعات مو وجد روحه يهرب يدخل ساعات الانسان لدارو ديريكتومون يحل باش يبدا عنده ضجيج معناها كاين كاين في الضجيج الخارجي نتاع الحياه معناها والبوليسيون سونور ويدخل للدار تو سويت يحط التلفزه ساعات مش باش يتفرج عليها خايف من القعده مع روحه خايف مع لو سيلونس الوغ كو هو لو سيلونس معناها والهدوء يعطيك إلي بورتور دو كونساي معناها كيما الليل معناها يعطيك يعطيك برشا حلول معناها القاعدة مع نفسك الميديتاسيون الأوقات اللي هما تهذب فيهم وتكون في خليني نقول كلمة هي متاع السبورتيف في درجة متاع أو نيفو فكري أو نيفو نفساني ما معناتها أو نيفو معناها تو شيرش لو كالم أفكارك تختارهم اللي هما أفكار يقدموا بيك يعطيوك ثقة في نفسك معناها باش نكون أنا إنسان اللي عايش دون أن موند اليوم راهو الحياة في تغير معناها اون بيربيتويل موفمون تتغير كل يوم لو موند انسيرتان معناها ولات الحياة اللي هي ماهيش فما حد شيء سور فما حد شيء معناها كل شيء فما اون انسيرتيتود ما نجم انا كشخص كانسان نهيئ روحي لهذا الا بهالديفلوبمون انتيريور راهو الامكانيات الداخليه امكانيات ذهنيه امكانيات نفسيه كيفاش كيفاش جوستمون نحط روحي في هالمود هو درجين سي ترو بو ولا درج باش نحكيو في الموضوع هذايا لكن ستي انت موجوده معنا بالطبيعه كل مره نحاولوا هكا تركينا ندردعوها شوية هكا نفيقوها شوية الوعي اللي راهو ما يجيش حد شيء من البرة راهو كل شيء تخدم من الداخل وراهو كل يوم نزيدو معناها هي حاجة اللي هي أبستريت ما تتقاسش بطريقة معناها كل كي تعمل انت تديفلوب ان موسكل ترى كل يوم الموسكل يطلع شوية لكن في نفسية متاعنا سي فري كو ماهوش ساهل باش ترى لاميليوراسيون لكن ميسالش معناها كل مرة كي تخدم شوية في هذا في الهدوء متاعك في طريقة تعاملك مع الناس في اختياراتك الصعبة في تسألك على اتجاهك صحيح ولا لا معناها في هذا الكل راهو باش تقدم بشوية بشوية وهذاك اللي باش يخليك ما عادش تقول عندي مشاكل لكن تقول عندي حلول معناها هذه سيت ان ايتا ديسبري سيت ان ايفي سيت ان نيفو دو كونسيونس اللي راهو نلقاوه في نفسنا ما نلقاوهوش في العالم الخارجي ومن غير ما نكونوا في السلبيه نتاع نرجعوا كل شيء للبرا الوغ كو احنا عندنا ديما مسؤوليتنا في الحياه هذه وذيك اللي يفرق ما بين انسان واعي وضحكته قدامه هو عايش في المشاكل وواحد اخر مهموم وهما نفس عايشين في نفس الوضعيه وساعات يقول يضحك اطعس من اللي هذا هذا هو ساعات كما قلت يضحك عنده مشاكل كي تسال عليهم تقعد عينيك محلوله هذا الفرق هو في طريقه تلقي الاحداث وفي الاجتهاد وفي البيرسيفيرانس الاستمراريه في العمل على ذاته وعلى الوعي نتاعنا معناتها ابرز حاجه يظهر لي يلزمنا نسبوا الامور نبسطوها
الزوم نتاعنا اي ونقعدوا بينا بين رواحنا. الخدمه يلزمك يوميه على روحك اكزاكتومون. هذا كيف ما واحد في اخر النهار في الاورديناتور لي جون اورغانيزيت او نشوف هذا ساعات الاداريين ينظفوا كل ليكران نتاعهم يرميوا في الكوربي اللي ما حاجتهمش بهم الدوسيات اللي ما حاجتهمش سي اكزاكتومون سا دار لا جورني. معناها في نهارنا لازمنا نكونوا عندنا كطريقه التنظيف نخليوش حشتنا باش يهزنا القدام ونلوحوا رانا اللي ما حشتناش به واللي باش يعكر لنا معناها افكارنا ويخلي لنا عائق باش نقدموا. يعطيك الصحة ريم الحقيقة. هاي ديما الحديث معاك ممتع وبساجك ديما فيه برشا إيجابية وبرشا طاقة الحقيقة. هكا في الاستوديو عايشك بالحق بالحق تفاعل حتى سادة المشاهدين كل مرة هكا يتصلوا بينا وخاصة على اختيار المواضيع الدقيقة هذه اللي تمس نفسيتنا واللي تمسنا من داخل. بالحق اليوم احنا في حاجة باش نقدموا باش نقدموا باش نتشجعوا باش نتقوى وهذا ممكن. هذا ممكن إرادة. وعزيمة والإرادة. يعيشك إن شاء الله الجاي خير لنا الكل ولتوانسة الكل. يعطيك الصحة ريم. عايشك نورتنا كالعادة عايشك. شكرا ليك. احنا دو باش نمشيو في الإطلالة الأخيرة للشيف أسمع. عايشك منى كما تقول ماما تنعس الصغير ريم تحس روحك هكا نسيت نزين وانا في عالم اخر. ميرسي ريم على زون بوزيتيف الكل. كملنا عملنا الكسكسي نتاعنا خليتوني بكري ما زدت بعدكم حتى شيء حتى تتفيره ثانيه نتاع الكسكسي ما فوحت بحتى شيء سوف كو قبل ما نخلط حطيت هكا فوله صغيره سمن وحطيت رشه بابريكا. اللون هذاك اللي تراو فيه نتاع الكسكسي ما فيه حتى اضافه هو العصاره ولا هو اللي خرج من المرقاز المقدد ومن العصبان الشايح هو اللي خرج وعطانا اللون هذاك وهو كي دومين معناها هو المرقه هي اللي تركزت على اللفاحات اللي في وسط المرقاز والعصبان دغيساج بيان سور كيما انتم تحبوا. سامحوني انا العظمه ما نحبهاش يابسه نحبها معلكه شويه الاصفر نتاعها ترشوا فوقها شويه كمون والا فلفل اكحل وخليوا لي كوكي هكا من لوطا باش كيف ياكلوا ما يتعبوش شويه في الدار والله لا يتعبهم. خبز الذرة نعاود سون جلوتين الناس اللي تفرج فينا فيها شارينا جمله واحده كيف كيف لمرضى السكري اللي ما يلزمهمش ياكلوا الفرينه البيضاء وينجموا فيها يستغناو تماما عن السكر ينجموا كما قلت مغرفه ولا مغرفتين عسل او مغرفه بديل السكر اللي مستانسين به. شعملنا عملنا خمس عظمات فقسناهم في وسط صحفه ولا في كيس بنفس الكيله هذيك عملنا كيله سكر كيله زيت كيلتين وكيلة فاكهة اللي تحبوا انتوما اللي تشتهوا المهم تكون معرجة وبودر اللهم اللوز أبيض ما يكونش معرج يكون مرحي هكاكا ومعها ساشي ونص خميرة وشوية عطرشية اللي عندي أنا لازم وما تجيش خبز الدرع والريحة البنينة هذه الكل من غير عطرشية أما مش كاس ومش نص كاس خاطر هوني نستحبوا نستغنوا عن السوائل الكبيرة خاطر الدرع ما فيش الجلوتين ألوغ تجيكم مغصصة باش ما تجيكمش مغصصة ما نحطوش فيها لا حليب ولا برشا عطرشية. طابت في فور على 160 درجة 170 درجة بين 170 و 180 لمدة 35 دقيقة. لي تروف هذوكم اخترت اني نزيدهم بما انه ديما في كل دار بيان سور فما شكون اللي هكا باش نقول لك ناكل ما ناكلش نحب ما نحبش على هذاك عملت لي تروف اللي هما شنو مكعبات دقله نفصيهم نحيو لهم الدخلاني نوا نتاعهم ندهنهم هكا شويه بالزيت ونحطهم يا اما يفوروا في وسط الكسكاس يفوروا في الكسكاس والا نحطهم في الميكرووند 3 4 دقائق لين يوليو طريين. كيف يكونوا طريين سي بون نعملوهم بفرقيطه او يبردوا شويه نستناهم بايدينا لين يوليو لنا اون بات نزيدوهم مغرفه زبده زبده مش مارغرين نزيدوهم كاكاو امير 2 3 كويير لين تولينا اللون كيما الشوكولاته شوش ورد وقرفه نجموا نستغناو على القرفه اذا كان عندنا صغيرات نجموا تحطوا فاكهه وتولي كيما دي بول انرجيتيك نجموا هزوم عام حتى للونترينمون والا غوتي لليكول. حطيتهم اللي تخوف يلزمهم يكونوا بيان سور مالفات من برا وغطستهم في البودر دو كاكاو هذوما عملتهم في الشوشوارد وهذوما حطيتهم في الفصدق بيان سور مش لازم فصدق ينجم يكون جلجلان او كاكاويه. هذه هي لليوم كانوا الرساتات هوني باش نقص لكم ان شاء الله بردت نصورها بردت باش نقص لكم باش نوريكم الديكوب تاع خبز الدرع من غير فارينه باش كيف تجربوها في الدار تكونوا متاكدين من النتيجه ما تقولوش بالك شي بالغير فارينه ما تجيش. هيا هذه خبز الدرع من غير فارينه وما زيدش نحكي على الريحه والريحه هذه تحسها نتاع كيس حليب نتاع قهوه نتاع كيس تي نتاع برشا حاجات الحاسيلو. هذه هي خبز الدرع اللي ما فيها حتى مغرفه فارينه تفهمنا هكا 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 وهذاك الجلجلان اللي لصق من برا خليوها خارجه هكا شويه شبابه
غدوة إن شاء الله كما قلت عنا كسكسي بالمسلين أو كسكسي متاع روسات أو متاع فروحات اللي سميوه كما أنتم تحبوا، وباش نعمل معاه اللي وعدتكم به واللي حبيت له برشا وقت اللي هو الزرير. إن شاء الله غدوة باش نعملوا الزرير الزمني، وفي حلقات إن شاء الله قادمة باش نعملوا لفاريتي الأخرين متاع الزرير. أما غدوة خليونا في الزرير البازيك الزمني اللي نعملوه في نفاساته على شلاء من غير حتى نفاس ومن غير حتى ما تكون فما نفس نودوا به بعضنا. نستنى اقتراحاتكم كما العادة، وميرسي بوكو، ربي يفضلكم وشهية طيبة. شكرا لك شيف أسماء، يعطيك الصحة بتبيع على هذه الغوسات خاصة والدبارة اللي ريحتها ياسر بنينة، وإن شاء الله سادة المشاهدين يكونوا استنفعوا خاصة وقت اللي نقدموا لهم وصفات من غير فرينة من غير جلوتين من غير حاجات يمكن تكون سبب في السمنة متاعهم. نخافوا عليكم وعلى صحتكم، ردوا بالكم على أرواحكم، ردوا بالكم على عزيز عليكم، التباعد الجسدي، غسل الأيدي ولبس الكمامات. ربي يحفظكم التوانسة وين ما كنتوا. أنا مبقى لي كم شو قولكم، إلى اللقاء.